يقدر العلماء أكثر من 8300 نوع نباتي و 7200 نوع حيواني مهدد بالانقراض. السبب الرئيسي وراء الظاهرة هو الإنسان. هذا عدد جديد من جرين ماغ، ستتابعون فيه هذه المواضيع. في صدى البيئة تكافح منذ 15 عاماً في سبيل كائنات ضعيفة تواجه خطر الموت كل لحظة. هيفاء طبيبة بيطرية تأوي عشرات الكلاب الضالة. في ركن بيئيون، صناعة الصابون التقليدي بالطريقة الباردة تحافظ على جودة الزيوت الطبيعية المستخدمة. في نصيحة خضراء تعرفوا على مواد طبيعية تزيل الشوائب والخدوش عن حليكم الذهبية. وفي هذا العدد آخر أخبار البيئة وفقرات متنوعة. مساء الخير. تكافح منذ 15 عاماً في سبيل كائنات ضعيفة تواجه خطر الموت في كل لحظة. أتحدث عن هيفاء الطبيبة البيطرية التي تأوي عشرات الكلاب الضالة في ملجأ تستأجره من مالها الخاص. هي توفر لهذه الكائنات المأكل والمشرب والأمن وفرصة لإيجاد عائلات تأويها وترأف بها. قصة هيفاء وقصة هذه الكائنات في صدى البيئة. منذ 15 عاماً يتغير المكان، لكن الهدف واحد، ملجأ لإيواء الحيوانات الضالة. خلف هذه القضية تقف الدكتورة البيطرية هيفاء رزاقي، رئيسة جمعية براءة بسياشو. الجمعية دي خدمتها هي إنقاذ وتعالج والتطعيم وتعقيم الحيوانات وتعطي لهم فرصة ثانية لإيجاد عائلات فرمات واحد يعيش بهم، كل كلب وش يبين شخصيته. وثانيا خاصة هذه ثانيا هي التحسيس ضد الكلب ومحاولة إبادة داء الكلب إلى قدرنا. وثالثا ملاجئ والمأوى. هذه الكلاب ساقها القدر إلى هنا. في هذا المكان تم تعقيمها وتطعيمها، يوفر لها الطعام والماء والأمن، لكنها عانت الأمرين قبل وصولها إلى بر الأمان. لكل كلب قصة مختلفة، لكن كل القصص هنا حزينة. كيكم تشوفوا هادو الكلاب الكل عندهم حكاية. الكلاب الكل كانوا حيتقتلوا، هادو كانوا يتقتلوا على أساس أن هذه كانت تعض، هي من الخوف ما تعرفش كيفاش تسير يضربوها. هادو كانت 18 نجروا في تيزي وزو، واحدة كلبة كانت ولدت زادوا رموا لها، جابت 7 والآخرين زادوا رموا لها كجراوة. باسكو ما يديروش التعقيم حاجة تنظيف، كوم يديروا الكلاب التعقيم اللي يربيو تاع الفيرمات وكاع اون غا با سيت سور بوبيلاسيون تاع الكلاب. ديك البرجالمون اللي هاه راه مسكينه عذبوها بالولاده حتى تعوجت اللي راهي تمشي. هذيك البرجالمون الكبيره كاع في العمر لقيناها رماوها، شحال من كلاب دو غاس رماوهم كي وصلوا، حب يقول بلي ما حبوهمش، رباوهم على اساس رباوهم. والكلب راهو ماشي راهو حيوان اليف، راهو حتى سبحانه ذكروا في القران بلي يحميك، مش حاجه اللي تلعب بها وترميها، راه كاين حي كيما نتايا. الا قدرت دير في الكلب هكذا تقدر دير حاجه واحده اخرى. بالنسبه لي تقول هيفاء ان مصير هذه الكلاب
كان ليكون القتل لولا تدخل الجمعية. من أبرز القضايا التي تناضل البيطرية لأجلها هي إيقاف حملات قتل الكلاب الضالة بحجة الوقاية من داء الكلب. شحال من سنين راهم يقتلوا الكلب؟ حبس ما حبش الكلب مازالوا. هما واش يقول لك؟ يقول لك الوماس، يقول لك لاكا كي تفاكسيني 70% من الكلاب راهو تقدر تتغلب على الكلب. هو التطعيم، ما كاينش حاجه واحده اخرى، التطعيم. وبيان سور لازم تحسيس الناس، لازم يعرفوا شنو الكلب، ماشي يتخلعوا لي كيما يشوفوا واحد يقتلوه ديريكتومون. لا لا، نعرفوا الا عنده كلب ولا لا. لا هو يقول لك واش يقول لك؟ يقول لك الا دركا زعما يديو لهم 10 زعما 10 كلاب قالوا تيست بوزيتيف كونتر الكلب. الا كانوا 10 في 1000، 10 في مليون، لازم تانيك نشوفوا هذوك اللي راهم نيجاتيف. دركا سالا ارواح وقتل، ارواح وقتل، ما سما انسانيا ووطنيا عيب، و اسلاميا كما نقولوا ماشي ماشي طب ماشي حنا، ماشي حنا، ماشي ليدونتيتي تاعنا وخلاص. حبوا يعطونا ايدونتيتيك ماشي تاعنا. كاين نعيطوا لها لا باريير تاع لي زانيمو سوفاج، داك الكلب كيتنحاو كاع واش يصرا. لي كوربو يقعدوا يهبطوا الغراب، لي غويلون يقعدوا يهبطوا، هادو لي زاكوا برد تشو مالح، الكتوطا يقتلهم كاع. عم على فلي كي تروح ليترونجي تلقى الكوربو يمشي برا ويرفد حشاك الزبل، والغويلون راهو يطاكي ويرفد تاهي تاكل يجي يسرق لك الماكله. باسكو في الارض ما كاش حاجه اللي تخوفه. تانيك لي زانيمو سوفاج كيما ديوبا كيما هذوك تانك يعودوا يدخلوا، ما كاش لا فرونتيير نسعقوهم. هما تانك عندهم ان فاكتور دو نيتواياج. عادة ما تشكل بقايا عملية الذبح الوجبة الأساسية للكلاب في هذا المأوى. تصل الجمعية تبرعات من المواطنين ورسائل للتبليغ عن حيوانات تحتاج للإغاثة. تتحدث هيفاء بفخر عن تغير إيجابي باتت تلاحظه في المجتمع الجزائري. قضيتها أصبحت تلقى تعاطفاً ومساندة من المواطنين، هو بصيص أمل يدفعها لمواصلة التضحية. الآن الناس بدأت الدراري صغار كانوا يقولوا لي كنا نضربوا الكلاب ونقتلوهم، كانوا يستعرفوا. دركا لا لا، تقعد الماكلة في الدار يقولها ما خلي الماكلة نديوها للكلاب. كي يشوفوا كلب زعما انا فوت ما جيتش زعما بكري يعيطوا لي يقولوا لي يا طبيبه الكلاب هذوك الريح تاعهم ما عجبناش. الماء كيت خلاص، كي يشوفوا العين تقطعت الماء تقطع نلقاهم عمروا لي بيد دافوس. ماشي انا اللي امرتهم، انا ما قلت لهم والو، انا وريت لهم دير لي زي كي دير بلي قادرين نديروا خير مني. ديسك انا اكزيستيت وما تقدروا ديروا خير مني. كنت نقولها واكدوا لي بلي الجزائريين فيهم الرفق، فيهم الرحمة، فيهم التعاطف. بس ما كانش واحد للآن في هذاك الوقت كاع جا قال لي أختي تمتي بالكلاب والكتوطة وش. ما كانش أختي ربي يهنيك، قلت لك آخر أضعف الإيمان كي يشوفني قاعدة برا نسي نحكم حاجة ولا تعبانة ولا يجيبوا لي قرعامة. كان واحد بالله صفر لي حبس يا طبيبة حبة لي شافي عليها نسيت وين لطاني ندور خيتو جاب لي فردو تاع جو. نشكر تانيك الدرك والشرطة لي ما شاء الله شحال مره يساعدونا، شحال مره نقول لا فيريتي، شحال مره نحبسوا في بلاصه وين ما لازمش نحبسوا يا اخي باش نجيبوا كلب ضربات وطوموبيل ولا دي فوا في نص تاع الباراج كاين كلب راهو متخبي كيما واحد كانت واحد الكلبه في الباراج تاع تيفازا قارينا طوموبيل في نص تاع الباراج باش قدرنا نجيبوها تخبات لنا تحت لي زيكو حاجه. مشروع هيفاء ليس ربحيا، التطوع لاغاثه الحيوانات جعلها تتوقف عن العمل في عيادتها الخاصة. في المقابل هي تأمل الحصول على ملجأ ثابت يغنيها عناء التنقل من مكان لآخر كل سنة. كل مرة وين ننتقلوا جميع محكمنا بلاصة مليحة رانا الملجأ وكلمة كبيرة لينا. الملجأ لازم لك إدارة، لازم لك بلاصة وندير فيها كونسلتاسيون. ملجأ راهي قجا كما نقول كلمه. للان الناس اللي بدات الدوله ما كان تكرينا ان تيغان اون بريفير تاع الدوله خير ما نقعدوا كل مره نصوتي من بلاصه لبلاصه باسكو حتى هما تعبوا. دابا الدوله تعطينا حاجه
حنا نشريوها من خي ما تقدمناش مساعده هي باش نتفاهموا صح. على الاقل حنايا نتعاونوا ندخل حنا ماذا بينا نعاونوا الدوله نقصوا عليها توسكون في رانا نقصوا لينا ما جبنا والو. نزيد نقول لك راني يا اخي قلت لكم طبيبه بيطريه عندي مون كابينه والله العلي العظيم وراه ممكن الناس تشاهده والناس تشوف غير راني داخله في 3 سنين نخلص لا كاز نص ولي زامبو ومانيش نخدم نالت من با يدخل لي مصروف باش نخلص لا كاز نص ولي زامبو. هذه التضحيات من اسمى درجات الرأفة بالحيوان. ما كان تطوعا ثم قضية بات هدفا من الحياة. إبيزا شعر مجبود لحطة بعدك أماما توصل في حياتك أماما تعرف الحياة وشن هي. قل سيبا عشت درك نعيش الدنيا تاعي الدنيا عشت دوك الحياة تاعي ربي باش نقابل. الرأفة والأمن هي أغلى ما فازت به هذه الكلاب. ستبقى في أمان هنا إلى أن يسوق إليها القدر أشخاصاً رحيمين قرروا التكفل بها كحال هذه العائلة. يختار الطفل الكلب أو ربما هو الحيوان من يختار صاحبه. جيت تبناو علينا كلاب البارح كان يحبوا الصغار وكان يحبوا الكبار. انا نوصيهم دائما يديو تاع اكثر من 3 شهور ماشي تعلموا الطبايع ماشي ملاح يا اخي تعلموا طبيعه سي كوم ان انفون وبعد ذلك كي تعيا منو تجي ترميه لنا هو والف طبيعه ماشي مليحه سا دوفيا ان شيان ديفيسيل لازم نعاودو نصححو اخطاء نتايا اللي درتهم دونك جو بريفير ميو يديوهم بلو اجي 3 شهور للفوق راك شفتهم عادي اسمه ما عندهم حتى مشكل وراك رابح ما يقعدوا يمرضوا لك ما يقعدوا كل مره دير لهم لي فاكسان. غادرت العائله وغادرنا المكان تاركين هيفاء خلفنا سعيده مع رفاقها سعاده لا يشعر بها الا من بلغ اقصى درجات الانسانيه. أرحب بكل من التحق ببرنامج جرين ماج اللحظة. نصل الآن إلى الجولة الصحفية البيئية التي نقرأ فيها لأول مرة البشر يسمعون طنين الأرض. وفي إيكو بريس نقرأ عنوانا آخر خرائط جديدة تكشف أسرار القارة الثامنة. ونقرأ عنوانا آخر كذلك يتحدث عن أسماك تهاجر لبحيرات بعيدة داخل أمعاء الطيور. كل هذه العناوين وأخرى نقرأها بتفاصيلها في إيكو بريس.
يتناول بيض الأسماك، ثم يفقس البيض الذي يخرج من خلال فضلاتها في الأماكن. قطع صابون الاستحمام من أكثر المواد طلباً واستهلاكاً، تنتجها المصانع بكميات كبيرة، لكن الكمية لا تعني النوعية. في صدى البيئة سنتعرف على طريقة تقليدية لصناعة الصابون تدعى الطريقة الباردة، هي تسمح بالحفاظ على نوعية الزيوت الطبيعية المستخدمة في العملية. والصابون الناتج آمن خال من الإضافات الكيميائية وصديق للبيئة. هذه القاعة خصصتها غرفة الصناعة التقليدية والحرف لورشة تكويدية في صناعة الصابون، لكن الصابون المصنع هنا لا يشبه ما تقتنونه غالباً من المحلات التجارية. نخدمه بمواد طبيعية 100%، وهذه يسميوها طريقة صناعة الصابون على الطريقة الباردة. كاين طريقة ساخنة اللي يستعملوها لزاندوستريال، تسمى اللي يخدموا بها صابون بوكو بلوس نلقاوها في السوبرات، ماشي طبيعي 100%. هذه الطريقة على الطريقة الباردة نقدروا يعني نغارد لي بروبريتي تاع الزيوت اللي نستعملوها. صناعة الصابون بطريقة الباردة تحافظ على قيمة المواد الطبيعية التي يصنع منها، وهذه المواد تختلف باختلاف نوع الصابون والمكونات المضافة لوصفته القاعدية. دوك حنايا عندنا لاباز، يعني وصفة يعني قاعدية، وبعد منها نقدروا نديروا إضافات. يعني نقدر يكون عندنا صابون بمواد تاع يعني واش يجي كامل من لاغوش، من النحله يعني العسل، بروبوليس اكسيتيرا. عندنا ثاني توسكي قهوه، شاي، لي زارجيل. ثاني نقدروا نديروا بزاف الاضافه، صابون تاع الحليب، حليب الماعز، هادو كامل يقدروا يعطيو فوائد بزاف للبشره. السيدة أمينة المشرفة على الدورة التكوينية مهندسة كيميائية، تخصصها يساعدها على تقديم منتوج فعال من الناحية التجميلية وآمن من الناحية الصحية. زيدي لها، عاودي زيدي له، زيدي له. الفوائد يعني الأساسية هي أنه الصابون اللي تشروه يعني اللي يشروه الناس اندوستريال ينحوا له لاغليسيرين، ما فيهش لاغليسيرين ناتشورال. ولاغليسيرين حنايا في هاد يعني الوصفه اللي رانا نديروها، الطريقه على الطريقه البارده، الصابون راح يكون فيه هذيك لاغليسيرين تقعد. وهذيك لاغليسيرين معروفه بلي عندها سيت ان اجون سيكاتريزون ابيزون، يعني ترطب البشره. دونك هادي سي لا برينسيبال كيما يقول لك. و ثاني لو سورغريساج سي دي صابون سورغرا، فيهم زياده في الزيوت، وهذيك الزيوت تكون واقيه للبشره. جذبت هذه الورشه التدريبيه اهتمام الكثيرات، يبدو ان معظم الحاضرات من النسوه، ولكل متربصه هدف تسعى لتحقيقه بعد التحكم في ابجديات هذه الحرفه. Je suis en train de créer un savon, savon dur. La base que j'ai choisie, c'est les huiles que j'ai choisies de base, c'est huile d'olive et huile de coco. Mon thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un café. Il y a un savon à café, purement café, 100%. Maintenant, on a acquis à cette formation grâce à Madame Amina, je la remercie beaucoup. On peut faire la différence entre quelque chose de vraiment naturel 100% et ce qu'on trouve sur le marché algérien. Et je voudrais créer quelque chose de 100% algérien. تمتد هذه الورشة على مدار 3 أيام. في هذا الجانب التطبيقي
تصحح الأخطاء الشائعة في صناعة الصابون الطبيعي الخالي من أي إضافات كيميائية. بلك درتو بلوس دويل كو دو سود هذاك ثاني اي فا با دورسير باسكو او بو دو كلك جور نورمالمون يولي كوميم هذا او بو دو ميم با 24 اور نمسو اي لي اسي دور. التحدي الذي يواجه هذه الصناعة هو الخروج بها من مستوى الإنتاج التقليدي المحدود إلى التصنيع بكميات كبيرة تشبع حاجيات السوق. الناس بدأوا يفهموا ماشي كيما بكري، دوك إنسان تقولي له صابون طبيعي على باله باللي عنده فوائد أكثر من صابون اصطناعي. مازالت أليشال أرتيزانال تسمى يعني صناعة تقليدية، وتكون صناعة تقليدية أون جينيرال سي أون بوتيت إيشال. هذا القالب في صورته النهائية هو بكل بساطة قطعة من الطبيعة. الذهب من أغلى المعادن وأنقاها، عادة ما يرتبط استخدامه بصناعة الحلي، لكن صفاء المعدن لا يعني عدم تأثره بالعوامل الخارجية. في نصيحة خضراء ستتعرفون على مجموعة مواد وطرق طبيعية لإزالة الخدوش والشوائب عن حليكم الذهبية. الذهب من أنقى المعادن في الكون، كثيراً ما ترتبط استخداماته بصناعة الحلي، وقد يكون أول المعادن التي استخدمها البشر عبر التاريخ. المجوهرات الذهبية رغم كونها غالية ونفيسة، إلا أنها كثيراً ما تتعرض للخدوش، كما أن الغبار شديد الالتصاق في فراغاتها، ما يتسبب في بهتانها وتشويه منظرها الجذاب. لتلميع الذهب، انقعوا قطعة الحلي في خليط من صودا الخبز وسائل الغسيل مع الماء، اتركوها لبضع دقائق، ثم افركوها بحذر بفرشاة أسنان، اشفطوا بالماء وجففوا بقطعة قماش ناعمة، ستصبح المجوهرات أكثر لمعاناً. لنتيجة مماثلة يمكنكم نقع الحلي في خليط من الماء والخل الأبيض لمدة 10 دقائق، ستزول الخدوش والشوائب بسهولة. ويعد استخدام الكركم من الطرق الطبيعية الفعالة في تلميع المجوهرات، يكفي مزج ملعقة صغيرة منه مع الماء ونقع الحلي لليلة كاملة. ومن الطرق البسيطة استخدام غسول الشعر، مزج بعض القطرات منه في الماء المعتدل يشكل محلولاً صابونياً تنقع فيه قطع الحلي لمدة 10 دقائق. معجون الأسنان أثبت نجاعته في العملية، امزجوا كمية قليلة منه مع الماء ونظفوا المجوهرات بفرشة أسنان ناعمة. كما يمكنكم ببساطة نقع المجوهرات في كمية من الماء المغلي، ستلاحظون الفرق سريعاً. وللحفاظ على لمعان حليكم لمدة طويلة، اخلعوها عند ممارسة أعمال قد تؤدي إلى خدشها كالرياضة مثلاً. ارتدوا قفازات عند التعامل مع المواد الكيميائية كالكلور، هو يتسبب في إضعاف بنية القطع الذهبية. لا ترشوا العطور ومثبتات الشعر على الحلي الذهبية، تأثيرها يظهر على المدى البعيد. وعند تخزينها استعملوا صندوق مجوهرات جاف ومبطن بنسيج قطني، وغلفوا القطع بقماش نظيف وناعم. بهذه النصيحة نصل إلى ختام هذا العدد من جرين ماج. سنواصل معالجة أبرز المواضيع والقضايا البيئية في العدد القادم بحول الله. إلى ذلك الحين اهتموا بأنفسكم، وتذكروا دائما أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة.